مثل هذه المشاهد من الأسواق الشعبية كانت الدافع وراء بحث أجرته مؤسسة حقوقية محلية كشف عن تحديات كبيرة تواجه الرقابة على الأغذية في قطاع غزة. التقرير خلص إلى وجود نسبة تلوث غذائي تفوق 23%، منها ما هو كيميائي وميكروبولوجي. الخطورة تكمن أنك تتحدث عن حوالي 24% من العينات المسحوبة بها تلوث غذائي، وهذه نسبة كبيرة جدا. تتحدث عن إشكاليات عديدة تنعكس سلبا على صحة المواطنين في ظل التلوث الكيميائي حتى الكبير في الأغذية في قطاع غزة، سرطانات، فشل كلوي، حتى يتعرض أطفال للصم في بعض الأحيان نتيجة هذا التلوث الغذائي. الجهات الرقابية في وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أبدت تحفظا على الأرقام الواردة في التقرير الحقوقي دون توضيح النسب الحقيقية للتلوث الغذائي، لكن بعض المصادر أشارت إلى نسبة تقدر ب10%، وأرجعت عدم قدرتها على إعطاء نتائج دقيقة إلى ضعف في تجهيز مختبراتها بسبب رفض إسرائيل إدخال معدات الفحص، ضعف أشار إليه التقرير نفسه وعده من مسببات المشكلة. الفحوصات الخاصة بالكيميائية، الإضافات الغذائية أو الملوثات الغذائية عندنا عجز، يعني في عجز للمعدات اللي موجودة في المختبر. ويعد الحق في الحصول على غذاء آمن من حقوق الإنسان الأساسية وفق اتفاقية جنيف الدولية. التضارب في المعطيات عن حقيقة حجم التلوث الغذائي هنا يجعل من الصعب تقديم أجوبة للسكان عن حقيقة ما يتناولوه من أغذية يومية، ليبقى الأمر متروكا لنسبة الوعي الصحي للفرد والعائلة في اختيار غذائهم. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.